سؤالي طرحت يا السي شاكير ومعك السي أشرف حول الإعانات الموجهة يعني هذا التزام حكومي، وهذا وارد في التوجيهات الملكية المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية. دابا السنة الأولى دوزناها نجحنا الورش ديال التغطية الصحية، دابا جميع المواطنين المغاربة عبر واحد 26 مرسوم اليوم كلهم يستفيدون من التغطية الصحية بما فيها الناس اللي كانوا في الرماد. دابا الآن غندخلوا للمرحلة الثانية في سنة 2023، هي السنة ديال صرف التعويضات العائلية لمن؟ لذاك 7.5 مليون على ما أعتقد طفل، وذاك 3.5 الأسر التي توجد في وضعية هشاشة. ولكن واش عندنا المعطيات باش نعرفوا هاد الناس هادو؟ واش تعملات شي خدمة باش نعرفوا شكون هما الناس اللي فعلا في وضعية هشاشة وفي وضعية فقر ويحتاجون إلى هاد؟ ما تعملش الحكومة تشتغل على هذا الورش. منين غادي يكمل؟ في نهاية السنة إن شاء الله، وهذا الشيء عبرت عليه، غادي يكون واحد الدعم الذي سوف يخصص بشكل مباشر لهذه الأسر وهذه العائلات اللي متفق معك تحتاج إلى دعم أكبر.